رحيم، بطبيعة الحال سبق زيارة الرئيس الوزراء الإسرائيلي زيارة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، ولكن كلتي الزيارتين جاءت في إطارها الثنائي. بطبيعة الحال من يتابع رؤى سلطنة عمان سيتعرف وسيرى أن السلطنة تهتم بهذا الموضوع اهتماما بالغا، ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الفلسطيني أبدي رغبة أن يلتقي بصاحب الجلالة في إطارها الثنائي، ولذا لقاؤه في الإطار الثنائي. نعم. سمع جلال سلطان منهم ما يرونه في حال الخلافات وعدم يعني نجاح المفاوضات حتى الآن، واستمعوا إلى آراء صاحب الجلالة، وأعتقد أنهم خرجوا من خلال هذه الزيارتين ربما هم أفضل حال من قبل أن يأتوا.